في بداية الأمر نشكر مسؤولي دولتنا الممثلين برئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية والمبعوث من وزير الخارجية الدكتور أحمد، وكذلك نشكر الحكومة المحلية من المحافظ ومجلس المحافظة حيث زاروا بيتنا على أثر الحادث المؤسف الذي حدث من شخص يمثل نفسه ولا وما يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث إننا بيننا العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية روابط مشتركة ومصالح مشتركة وجار ودين واحد. أخوتي الأعزاء، الإيرانيين يحترمونا ونحن نحترمهم بموجب القوانين، والذي يخترق القانون القانون يأخذ جزاء من عنده، وما هذه الحالة إلا فردية ومن شخص واحد، وإن شاء الله تتابع من قبل حكومتنا الرشيدة ويأخذون حق زوجتي التي تجاوز عليها هذا الضابط في مطار مشهد، والسبب بسيط جدا، هو إسعاف طفلة إماراتية سقطت أرضا في سبيل إرضاء رب العالمين وسقيها الماء، فلم يوافق على هذه الحالة الإنسانية وتجاوز على زوجتي وضربها في عينها وانهزم إلى مكان معقول. لذا أشكر وأشكر وأشكر ثلاثة مرات حكومتنا الرشيدة، وأشكر الإيرانيين على إجراءاتهم الفورية الذي استجابوا إلى الطلب من وزارة الخارجية، ونحن إن شاء الله منتظرون النتيجة. وشكرا جزيلا، وإلى غد أفضل إن شاء الله ما بين شعبنا والشعب الإيراني وحكومتنا والحكومة الإيرانية والعراق والجمهورية العربية الإسلامية.